السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، دايرين كلشي بخير وعلى خير؟ كنتمنى وانتم كتشوفوا هذا الفيديو انتم بصحه جيده ان شاء الله، ليكم ولوليداتكم ومعز عليكم. اليوم الاخوات غادي نشارك معكم واحد الرفيسه ديال العراضه، واحد الصديقه ديالي اليوم غادير لينا رفيسه غنشاركها معكم. شوفوا الطريقه ديال الرفيسه البلديه ان شاء الله، غديري معاها مرسيطه كتخلط مع الحرشه المرسيطه، ودارت السميده بيضه رقيقه ودارت شويه من الصفراء خلطتهم. مثلا درت العبار واحد جي بحال قلتي كيلو كيلو باش كتجي رفيسه زوينه وكتجي الحرشه ديال الرفيسه زوينه. بسم الله توكلت على الله. هنايا غدير مرسيطه باش كتجي رفيسه معشبه كتجي زوينه ولذيذه. ثم كما كتشوفوا كندير ليها بحال الشكل ديال الزعتر، كتبقى تحكا بين اليدين باش كتجي بحال كطحنيها. دابا غتهزي هادشي تخلطيه كامل، اجربوا الاخوات الطريقه، راه كتجي زوينه رفيسه ديال العراضه ولا ديال النافسه. هانتوما تبعوا المرحله بالمرحله حتى الاخر باش تفهموا الطريقه ديال الرفيسه ديال الازمور. هنا غتخلطي بالماء المدافي ولا الماء المدافي ديال الحرشه ديال الرفيسه، ما كنخلطوهاش بالزيت، ما كنديروش الزيت، كنخليوها بالماء. ثم كما كتشوفوا كنديروا الحرشه كتكون متلوقه، كما كتشوفوا كنخليوها بحال هكذايا متلوقه. في الاخر كترجع شويه السميده كتشرب، من كديروها ما كتكونش متلوقه كتبقاو كتقرصوا كيجيكم الخبز مكطيب كيجيو كارم. كتخليوها العجينه متلوقه كيجي رطب في الرفيسه. الاخوات من بعد ما طيبنا الخبزه الاولى ونقطعوها ونقرضوها ان شاء الله باش نديرو كما قلت لكم، تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنديرو حنايا الرفيسه الزموريه. الاخوات من بعد ما صايبنا تسميتو الحرشه ديالنا البارح لقيناها حنا في الليل، دابا غنشارك معكم الرفيسه. غديرها واحد السيده كتصايب الرفيسه مزيانه وزوينه. هنا عندنا غسل الحانوت، الخرقوم، الزعتر، هنا شويه ديال الكمون، السمن الحار، البزار، السكنجبير، وهنايا حكات الثومه، وهنا شلضات البصله، واحد نص كيلو ديال البصله غديرو مشلض، وهذا غتخليه غتشنفو وغديرو. غدير معكم الطريقه ديال الكاشير ديال راس الحانوت، هانتوما تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر تشوفوا الطريقه اللي كدير لينا السيده. يلا ملكه ديري البصله. ها كبي كبي كدير البصله، وهنايا غدير هاك ديك بي بحال هكداك الريحه الكاكه. كدير كاملين القوام وعاد كتبقى دير الزيت وكتحرك الدجاج وكتخليه شويه مرقد واحد ساعه نص ساعه، عاد كتردو على البوطه. هنا دايره البزار، وهنا السمن، والملحه راه دارت الملحه ملح الملحه على حسب الذوق، راه كتعرفوا من الدجاج من كنقادوه كنديروا ليه الملحه، الملحه راه دارت غير على حسب الذوق شويه. هنا غندير الزيت الروميه من بعد زيت المائده
حتى كيتقلى شويه عاد كدير الزيت البلديه. الاخوات غدير شويه ديال الزيت حتى كيتشلض مزيان كيتقلى عاد كدير الزيت البلديه. الاخوات من بعد ما شلضات لينا الدجاج ديالنا غتخليه واحد ساعه حتى كيشرب لينا القوام عاد كتردو على البوطه. انتما كما كتشوفوا الاخوات هنا الحلبه الربيع قزبر قزبر معدنوس بالنسبه للهريسه، الهريسه حمراء خضراء الكبادي دو غنديروهم مع كشير. هادو بالنسبه للتزيين البيض ديال السمان والثومه كما كتشوفوا البيض هادو كاملين غنديرهم في كشير. هادي غنديرها في الطاوه ديال الطياب. انتما كما كتشوفوا الاخوات ومن بعد ما تقلى غادي نزيد الماء ما دافي باش كنمرقوا الطاوه ديالنا اولا الجميله كما تيقولوا في الطنجره واحد كيفاش كيقولها باللغه ديالي. الاخوات من بعد ما دارت السيده نص ديال الحلبه ونص غادي طيبوا بوحدها هو والثومه بوحدهم باش تبقى تزين بهم التوصيل ديالنا ان شاء الله. من بعد غادي دير المرقه السقاب باش اللي غادي يكون كافي لينا. كنزيدو واحد جوج مطيشات ولا ثلاثه على حسب كل منطقه شنو كدير. كاين اللي كيدير فيها غير البصله، حنا بالنسبه لينا حنا كنديرو فيها شويه ديال المطيشه. البنات درت هنا شويه البصله والثومه والحلبه غيطيبو هادو بوحدهم باش عاد كنردو عليهم المرقه ديال اللي كيطيب هنا في الدجاج كيطيبو هما بوحدهم باش كنديرهم من الفوق ديال الرفيسه ديالنا. عطينا البيض كيطيب بوحدو ديال اللي غنديرو فوق الرفيسه ديالنا ان شاء الله. ثم كما كتشوفو غنديرو هنايا المرقه اللي طيب فيها الدجاج جايه. كما كتشوفوا غادي نردو على البوطه كيطيب لينا هذا الشيء بوحدو والدجاج كيطيب بوحدو. الدجاج مع المرقه وهذا الشيء كنقصو غير شويه وكنديروه مع البصله والحلبه باش كنديروا التزيين من الفوق ديال الفيسه ديالنا. البنات درنا البصل الاول شلضناه داخلينه بحال هكذا باش كيعطي الديكور زوين للفيسه ان شاء الله. هنا كنديروا الربيع مع الكبادي باش كنصايبو كشير كنديروا معاهم شويه ديال الثومه وكنطحنوه. اخواتاتي بالنسبه للكشير كنديروا ليه حنا بحال هذه الطريقه كنديروا الماء من الروبيني كنحطوا فيها بحال هكذا هذا الكيسان باش كيجي لينا كشير كيكون كيطلع زوين بحال داك الكشير اللي كيتباع ملي كيجي كنبقاو كنقطعوه كيجي كيدير ديك الدوريرات. اخواتاتي كنردو هنايا الخبز ديال الكيسه كنردو هنايا وكنبقاو كنحركو بحال هكذايا باش كتشرب لينا المرقه باش كتجي رطبه كتجي زوينه. هانتوما خواتاتي كما كتشوفوا كنتمنى تعجبكم هاد الرفيسه اللي درنا. بصحتكم وراحتكم وحقكم في الجنه ان شاء الله. بصحتكم وراحتكم. هانتوما خواتاتي من بعد ما كلاو الضياف الرفيسه نحطو لهم الحلوى واتاي ضروري اتاي مع الرفيسه. ويلي شنو هاد الكنازه كيجبدو ولكن كيتصادو صغير كيشدوك بزاف 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 بزاف. انا
عطاتني الطبيبه السوس ولا غنسولين. ملي تبعت المسوس رجعت عندها قالت لي صافي سيري غعيط بلا ما ديري لا مسولين. كانت قالت لي غنعطيك لا مسولين. منين من منين تمشى مني؟ لا ديال هذا ما كيجيش انا ما كاينش شي فاقه حنا كيجي السكر كيجي انا ما كاينش ولا ام ولا انتم ولا ام ولا بعد العرق ديالهم.